طيب خلينا نكمل مع حضراتكم بقى، نروح لخبر متعلق هنا بالكورونا. زي ما بيتقال كورونا ليها تأثير كبير كمان على الأوساط الرياضية. امبارح تحديدا أعلن أحد الأندية الكولومبية أنه هيخوض مباراته القادمة في الجولة قبل الأخيرة بالدوري بكام بقى لاعب؟ 7 لاعبين فقط اللي هم المتاحين. طيب إيه السبب؟ السبب أن في 15 من لعيبة بتوعه بيعانوا من فيروس كورونا المستجد، والباقيين عندهم إصابات يعني متنوعة. والفريق هنا قال أو صرح يعني أنه مضطر للحضور في الملعب ب7 لاعبين فقط لعدم التعرض لعقوبات شديدة، وده لأنه طلب تأجيل المباراة من الخميس اللي فات يعني، لكن الطلب اترفض من اتحاد كرة القدم الكولومبي. موضوع جديد أو يعني غريبة، مشهد أو جديد غريبة. هتتابع يعني مباراة فريق منهم فيه 7 لعيبة فقط، برضو مش عارفة، مش فير يعني. لا وجملة نفسها عجيبة جدا، جملة إيه اضطر يدخل المباراة ب7 المتاحين يعني ما عندهمش غيرهم. فخبر طب كان ممكن يصعدوا من الناشئين. لا الغريب ان هم اترفض يعني، الطلب اترفض ليه يعني؟ غريبه جدا يعني. حتى لو الفريق الاول كمان ما فيهوش مثلا ما يصعدوا ناشئين معاهم برضو يعني، ليه حل؟ ما اعرفش القانون هيقول ايه في الحاله دي، بس عموما المنطق لازم يبقى حاضر يعني. لما يتقال ان احنا ما عندناش غير السبعه دول وجايبين 15 شهاده بتثبت ان الباقيين كلهم مصابين، فيعني غريبه جدا.